سلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده عندنا فيديو جديد، موضوع جديد. النهارده زي ما شايفين موقع جامد جدا لاستثمار الروبل. بعد 24 ساعة بيديك اول واحدة 10%، بتبدأ من 10 روبل ل 200 روبل، بعدها من 200 ل 500، بعدها من 500 ل 1500، ومن 1500 ل 15000. هو بيدي يعني زي من 50% هنا، هنا 30، هنا 20، هنا 10. طبعا انا كلمته وقلت له ان انا هعمل فيديو للموقع، وقال لي على كل يعني قال لي على كل اذاعة هعمله واصوره وانزله على القناة هيديني قصاده 100 روبل. يعني انا دلوقتي هنعمل اذاعة 10 روبل وهناخد 100 روبل. اول حاجة يعني هترجم او هتعمل تو اير، عشان هتكتب هنا اليوزر نيم وهيكون كده والباسورد، تمام؟ وهنا قاعدة الباسورد، وهنا الايميل بتاعك، وبتدوس هنا. طبعا انا مسجل، فادوس اي اوريدي هاف اكونت، تمام؟ واسجل عادي جدا، تمام؟ سجل زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ سجل. اول ما تسجل بيقول لك اكتب رقم محفظة البريد. طبعا انا كتبت رقم محفظة البريد بتاعتي وخلاص، تمام. هنا لو عايز تعمل اوبن ديبوزيت، انا هعمل ده عن ايداع او الخطة دي من هنا كده، هعمل ايداع 10 روبل، تمام. طبعا لو عايز تلغي او تعمل، انا هعمل بيمين كونفيرم عشان اقبل الايداع، تمام. فدي واحدة. ورجعت لكم يا شباب، طبعا كنت بعمل حاجة يعني ورجعت، تمام. بعد ما ندوس زي ما شايفين بندوس على الايداع، ادعت زي ما وريتكم يعني ادعت 10 روبل يعني كده، وهو دوس كونفيرم، تمام. وبيض زي ما انت شايف قد بزيت 10 روبل وبيض. وهنا طبعا لو عايز تجيب رابط الحالة بتاعي هتلاقي رابط الموقع تحت في الوصف، بيديك 5%، وبعدين 2، بعدين 3، يعني على حسب الايداع وكده. فيعني انتوا تقدروا تستكشفوا لوحدكم طبعا لو عايزين تساعد. طبعا ولو اصحاب القنوات ممكن تفتح تيكت تكلمهم، او تروح للفيكا كده، مش شايفين؟ نعم، هتروح على الفيكا وتكلمهم يعني بكل سهولة، هتكلمهم زي ما انا كنت بكلمهم كده. بس هو انا حتى انا قلت له ما كانش راضي يودع من شوية، قال تراي اجين، هقول له دان يعني، تمام. انا هبعت رابط الفيديو. فانا هبعت رابط الفيديو، لو بعت ال 100 روبل هنزله ان شاء الله. بتدوسوا هنا لو انتم مش مسجلين في الفيكا، بتعملوا بس فولينج رايت مسج هنا زي ما انا علمتكم في الفيديو اللي فات، بتدوسوا هنا كده وبيتكلموا من هنا او من الشات، فتمام. طبعا هنا زي ما انا قلت لكم لو عايزين تعملوا ديبوزيت عملت ديبوزيت 10 روبل، لو عايزين تعملوا ويزدرو هنا بتختاروا البيير، وهنا المصر اكاونت مش عارف ايه، تمام. وهنا مثلا ادنى حد للسهم زي ما هو كاتب 1 ربع، انا معايا 1 ربع كده، وبدوس كونفيرم يوصل على طول يعني اوتوماتيك، يعني حتى بيبين تبير اوتوماتيك مو، تمام. فانت طبعا زي ما انا قلت لك، اول ما تخش الموقع بتحط رابط المحفظة، لو محطتهاش بتدوس على اكونت سيتنج هنا، تمام، وبتحط المحفظة هنا. بس انت بتكون حاططها يعني او تخش على الموقع. فده كان الموقع زي ما شايفين، عدنا انا 10 روبل. ولو بكرة يعني اتسحب وما نصبش هديها انزل لكم الفيديو، ولو نصب برضه هنزل لكم فيديو عشان ما تنبهوش فيه، وهنزل لكم فيديو لو اداني 100 روبل بتوع البونص. ولقاء اخر في فيديو جديد ان شاء الله. كان مقدم من قناة انه زندار، ومع السلامة.